السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل في الجزء الأخير من فورم البيو جي. تمام، النهاردة إن شاء الله يعتبر هنخلص الفورم بإذن الله. تمام، طبعا بقى عشان ما نطولش عليكم في الحلقة هنبدأ من آخر جزئية كنا واقفين عندها. آخر جزئية لما كنا عاملين الدوران ونزلنا تحت وإيدينا كانت بتلمس الأرض وبعد كده رفعنا الكعب ونزلنا تاني لمسنا الأرض بالشكل ده كده، هنكمل بقى من الجزئية دي. تمام، من الوضع اللي إحنا كنا فيه بالشكل ده كده، إيدينا لما كانت بتلمس الأرض بالشكل ده كده، تمام أهو زي ما حضراتكم شايفين كده ايدينا هنا لمسه الارض، بنيجي نطلع تاني كده اهو وبنعمل دوران. تمام، هنعمل نفس الدوران اللي عملناه الحلقه اللي فاتت، نفس الدوران بالدراع، واحد اثنين، تمام، اثنين على ورا. يعني المره اللي فاتت كنا بنعمل ايه الدوران بالشكل ده كده، المره دي هنعمل الدوران للخلف. تمام، يبقى تاني من وضع ما احنا كنا في الارض كده وصوابعنا لمسه، تمام، هنيجي نطلع هنعمل واحد اثنين للخلف كده وايدينا هتطلع بالشكل ده كده تاني اهو. هي طبعا سهله مش محتاجه شرح، بس عايزها تاني ومن الزاويه دي اهو بالشكل ده كده، كانت صوابعك لمسه الارض، هتيجي تطلع بعد كده واحد اتنين، لما تيجي تعمل التانيه ايديك هتطلع نفس الوضعيه اللي كنت عاملها في الجزئيه الاولى، ايديك هتطلع بالشكل ده. تمام، عشان بعد كده هتقوم عامل دوران بقى للخلف بالشكل ده كده وهتنزل للاسفل تاني. تمام، يبقى الجزئيه دي بسيطه من الاول اهو بالشكل ده كده، صوابعك لمسه الارض بالشكل ده كده، هتعمل واحد اتنين هتطلع ايديك بالشكل ده كده، بعد كده تعمل دوران للعكس واحد اتنين وهتنزل كانك بتنزل برضو سباحه او غطس نفس اللي خدناه المره اللي فاتت. يبقى كده ده موضوع الدوران. بعد كده هنطلع نكمل الجزئيه الاخيره تاني من الزاويه دي اهو، ايديك بالشكل ده كده، دوران للخلف واحد اتنين، هتطلع ايديك بالشكل ده كده تعكس الدوران واحد اتنين وتنزل للاسفل بالشكل ده كده. تمام، هتطلع من هنا بقى بالشكل ده كده، ايدك الشمال وايدك اليمين بالشكل ده كده عشان هتطلع بانش واحد اتنين تلاتة وايدك هترجع للاخر، يعني هتضرب بالشمال يمين وبعد كده الشمال واليمين هترجع قبضة في الجنب. يبقى هي دي الجزئية الاخيرة. تمام، من الزاوية دي بالشكل ده كده اهو، بعد ما خلصنا نقول خلصنا الدوران ونزلنا لتحت بالشكل ده كده، هتطلع تمام ايديك بالشكل ده كده، هتقفل الاتنين قبضة، هتضرب واحد اتنين تلاتة وهتسحب من الزاوية دي، خلاص كأننا طلعنا اهو، ايدينا كانت في الاسفل، خلاص بتطلع بالشكل ده كده قافل القبضه والدراعين اللي الشمال متقدمه عن اليمين، يعني اليمين شويه في الخلف بالشكل ده كده، وهتقوم فارد واحد اثنين، لما تيجي تضرب الثالثه هتسحب اليمين بالشكل ده كده وهتفرد الدراع وتعمل الدوران وتقفل ايدك وتسحبها تاني. يبقى كده يعتبر خلصت الفورم. بالنسبه للرجلين بقى بتقوم طبعا، انت كنت الرجلين بالشكل ده كده بعرض الكتفين وللامام، هتقوم طبعا ايه قافل الرجلين بالشكل ده كده ويعتبر خلصت ايه الفورم، الفورم بتاع البيو جي يعتبر كده خلص. يبقى طبعا الجزئيه دي مش محتاجه مراجعه وسهله، بس هنعملها مره اخيره. تمام، من اول ما بدانا بالشكل ده كده كنا في الاسفل، طلعت واحد اثنين ايدك بالشكل ده كده واحد اثنين تنزل للاسفل. تمام، بعد كده من هنا هتطلع بالشكل ده كده واحد اثنين ثلاثه، هتعمل الدوران تفرد الايد وتسحبها. في ناس بقى بتكمل الجزئيه بتاعت الرجل اللي هي ايه بتعمل بالشكل ده كده وتضم الرجلين، وفي البعض بيتجاهل الجزء ده، بس يعتبر عايز تكملها وتبقى كده خلصت فورم البيو جي. تمام، وبكده انتهت حلقه النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا. ان شاء الله الحلقات الجايه هنكمل بقى الجزئيه الخاصه بالتقنيات زي كل فورم، وهنبدا بقى نكمل الحاجات الخاصه بالفورم زي الحاجات الثانيه، وبعد كده نبدا في المستوى الثاني زي ما كنا احنا عاملين الجزئيه واتكلمنا عن المبادئ والنظريات، هنبدا بقى التدريبات والاساسيات والحاجات الخاصه بالمستوى الثاني. تمام، ويا رب تكونوا استفدتوا. بكده انتهت حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك شو للفيديو. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.